استكمالا لفقراتي هذا الصباح، سنذهب إلى تطورات الأوضاع فيما يخص الحالة الصحية للرئيس الأمريكي الذي ثبتت إصابته فعليا بفيروس كورونا المستجد دونالد ترامب. كما تابعتم في المقاطع والفيديوهات المصورة، خرج بالأمس من المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج مستشفى والتر ريد الذي نقل إليه، ليقوم بما أسماه تحية أنصاره في محيط المستشفى كما تتابعون في هذه اللقطات، ليعود من بعد ذلك وبفترة وجيزة مجددا إلى داخل المستشفى لتلقي العلاج. ترامب قال إنه قام بهذه الجولة لتحية أنصاره، وغرد قبلها على موقع تويتر بالقول إنه تعلم الكثير عن كوفيد-19 في الأزمة الحالية، ووجه الشكر لمؤيديه. وقد استغل ترامب فترة وجوده في المستشفى ليتابع الحملة الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن الفريق الطبي المعالج بأن حالته بدأت في التحسن وأن الحمى فارقته على مدار يوم أمس. نشر ترامب على موقع تويتر رابطا للحملة الانتخابية الخاصة به ليدخل عليه الناخبون ويتعرفوا على معلومات أكثر عن عملية التصويت في الولايات المتحدة. الأمر بالمناسبة كان قد لاقى انتقادات واسعة من عدد من الأطباء في الولايات المتحدة الذين قالوا إن الأمر فيه انتهاك للبروتوكولات العلاجية المتبعة فيما يخص فيروس كورونا، وأنه عرض عملاء الخدمة السرية والضباط و الأعضاء الذين كانوا ضمن هذا الموكب لخطر شديد، وأنه يتعين على المرافقين للرئيس الأمريكي في سيارته، هذه السيارة التي كانت تعبر في هذه اللحظة يقوم فيها ترامب التصفيق، على كل المرافقين أن يلتزموا بحجر صحي إلزامي ل14 يوما. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية. دكتور أشرف، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي أراده أو ما الرسالة التي أراد دونالد ترامب أن يوصلها عبر هذا المرور السريع ثم العودة من جديد لتلقي أو لاستكمال تلقي العلاج؟ رسالة بيعلن فيها أنه ما زال على رأس قائمة الحملة وأنه يدير شأن الحملة الانتخابية رغم تعرضه للإصابة، وده أمر طبعا طبيعي بيرتبط بشخصية دونالد ترامب بأنه يعني لن يستسلم لهذا المرض، وأنه ذهب لتحية طبعا مؤيديه ومناصريه الذين يتمنون له الشفاء العاجل وأن يعود سريعا إلى البيت الأبيض. ده جزء طبعا من التنافس والصراع الحزبي الموجود الآن في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، ليست على مستوى ترامب أو بايدن ولكن على مستوى الشارع الأمريكي. الآن هناك حملة شرسة حول المنافسة على منصب الرئاسة، وأنا أفتكر أن الموقف يعني حاد للغاية بالنسبة لهذه الانتخابات تحديدا. يعني دكتور أشرف، ويليام بار وزير العدل الأمريكي ثبتت سلبية كل التحاليل اللي أجراها، أربعة مساحات أجراها وثبتت جميعا سلبيتها، لكنه وضع نفسه في الحجر الإلزامي أو الحجر الاختياري بالأحرى في هذه المرة فقط لأن الرئيس الأمريكي ثبتت إيجابية تحاليله، بينما الرئيس الأمريكي نفسه لا يأبأ بهذا ويغادر المستشفى حتى ولو قليلا ليعود من جديد. الأمر يبدو غريب أيضا وغير مألوف على مستوى التعامل مع البروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، على المستوى المرتبط بعلاج الفيروس بتلقي العلاجات اللازمة، ما الذي كان يريده الرئيس الأمريكي في مسلك بدأ غريب للكثيرين؟ هو بدا غريبا لدرجه ان بعض الاطباء في مستشفيات كبيره جون هوبكنز نبراسكا تحدثوا على عدم التزام الرئيس الامريكي بالمعايير الصحيه للتعامل مع هذا المرض، بل انه وجه انتقادات ايضا تتعلق بطريقه العلاج باعتبار ان الرئيس يعني تناولها عقاقيرا وعلاجا قد يعني بيؤخذ في مراحل متاخره، ولكن الفريق الطبي في والتر ريد المستشفى العسكري الامريكي في ميرلاند اشار بانهم يعني اعطوا للرئيس يعني هذه العلاجات. حتى هذه النقطه دكتور اشرف كانت مثيره للجدل، ان يتم الاعلان عن تعاطي الرامدي سيفير، وكما اشرت حضرتك ربما اغلب البروتوكولات تقول بأنه لا يؤخذ إلا في مراحل الرعاية الفائقة مثلا إذا استلزم الأمر. الأمر له علاقة بنظرة دونالد ترامب القديمة لفيروس كورونا، ولا هو استسلم للعلاجات المقدمة من قبل الأطقم الطبية؟ الأطقم الطبية عندهم وجهة نظر، هذا رئيس أمريكا يجب أن تأخذ يعني إجراءات قد تكون يعني فيها نوع من الثورة
على عقاقير ما زالت تحت التجربة، ولكن هم جربوا مع دونالد ترامب يعني هذه العقاقير باعتبار أنهم رأوا من وجهة نظرهم، وهم مشهود لهم بالكفاءة يعني في تاريخهم الطبي، ولكن هناك انتقاد على أن هذه العقاقير يعني سريعة في قرار أن يأخذ هذه العقاقير أو هذا الطب الوقيات بشكل سريع. في نقطة أشاروا إليها أنه يجب على الرئيس دونالد ترامب الآن طبقا المادة 25 من الدستور الأمريكي الذي عدل بعد اغتيال جون كينيدي، بأنه يجب الآن بسبب تناوله لهذه العقاقير أن ينقل السلطة إلى مايك بينس باعتبار أنه تم تحليل سلبي أكثر من مرة له ولزوجته، وبالتالي العقاقير يمكن أن تؤثر على قرارات ترامب السياسية في صنع القرار، وهذا أمر يجب أن يلتزم به في الدستور. ولكن الرئيس ترامب يعني لا يمكن التنازل أو أنه ينفذ المادة 25 لأنها تقلل من قيمته في الترشيح، وهو ما زال آملا بأنه سيتغلب على هذا الفيروس وهذا المرض. وهناك حديث متناقضة أيضا من الوايت هاوس شيف على أن الرئيس ترامب في حالة جيدة وفي حالة القلق، يعني تسمع رسالتين مختلفتين، أنه أخذ أكسجين وأنه لم يأخذ أكسجين. نعم. في رسائل متناقضة حول صحة الرئيس، وده أمر يتعلق أيضا بطبيعة الحملة وبطبيعة يعني إجراءات السرية والمعلومات المرتبطة بشخص رئيس الولايات المتحدة. دكتور أشرف، بمناسبة الضوابط الدستورية المنظمة لإجراء الانتخابات أو بحالة الشغور الرئاسي إذا ما تعقد الأمر لما هو أبعد من ذلك، حتى لو بحالات مختلفة تفويض الصلاحيات لآخر، الأجال الدستورية المحددة فيما يخص القسم لأعضاء الكونغرس وللرئيس الأمريكي المنتخب في نوفمبر المقبل، ماذا لو أصيب مثلا جوزيف بايدن مستقبلا أو استلزم علاج ترامب وقتا أطول أو أعيدت من جديد عملية الإصابة مثلا بفيروس كورونا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لغيره، هل ستتم عملية انتخابات ولو من دون مرشح، ولا هناك مخارج مثلا دستورية يمكن الالتجاء إليها؟ في مخارج دستورية، لأن الدستور الأمريكي حدد في المادة 2 والمادة 25. المادة 2 بتتيح لأن الحزب الديمقراطي والجمهوري إذا ما أصيب الاثنين، فدي قد يكون أمرا كارثيا وأمرا يعني نادرا أن يحدث في حملة انتخابية بهذا الشكل، بأن الحزبين يقدمان مرشحين آخرين. ده أمر قبل استلام السلطة في يناير 2021، ده بالنسبة للمادة 2. ولكن يتطلب هذا الأمر هو موافقة المجلسين الشيوخ والكونغرس على هذا الأمر. طبعا الكونغرس أو النواب مسيطر عليه من الديمقراطيين، فبالتالي فكرة أن يؤجل الانتخاب بموافقتهم أمرا صعبا. حتى لو أصيب بايدن ستضطر الحملة الانتخابية أو قصدي الحزب الديمقراطي بترشيح مرشح آخر، والحزب الجمهوري أيضا سيضطر لتقديم مرشح آخر. لا يمكن وقف الانتخابات الأمريكية بأي حال من الأحوال، لأن الدستور واضح في هذا الشأن. ولكن الأمر الآن في نقل السلطة إلى مايك بينس هو يتعلق بالمادة 25 كما أشرت بعد اغتيال جون كينيدي. فأنا لا أظن أن هناك تأجيل للحملة، لا تأجيل للانتخابات، يعني الانتخابات في طريقها يعني. شكرا جزيلا لك دكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية منضما إلينا عبر الهاتف. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا.